السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة لسون شير على اليوتيوب. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعلم إزاي تعرف مين زار بروفايلك على الفيسبوك. طبعا يمكن أغلبنا شاف الموضوع ده وفي الآخر بيطلع أبليكيشن كل الهدف منه إنه عايزك تشترك فيه علشان يحط لك بوستات على صفحتك في الفيسبوك. وطبعا كتير من بعض الأبليكيشنز دي بتحط بعض الصور الإباحية، وفي الآخر ما بيطلعش إنك لا بتقدر تعرف الفيزيتورز الزوار اللي بيشوفوا البروفايل بتاعك ولا حاجة. طيب هنتعلم ان شاء الله في الدرس ده الطريقة الصحيحة المضمونة 100% ازاي تعرف مين زار بروفايلك، وده هنستخدم فيها اكستنشن شغال مع الجوجل كروم. طبعا الدرس ده لمستخدمين الجوجل كروم بس، لو انت حبيت تعمل الموضوع ده على الفايرفوكس مش هينفع، او انترنت اكسبلورر او اي متصفح تاني، فاستخدامنا هيكون على الجوجل كروم فقط. هنضغط على الرابط اللي موجود تحت قطعة الفيديو علشان يفتح لنا صفحة الاكستنشن. الاكستنشن ده اسمه بروفايل فيزيتورز فور فيسبوك، ده هنعمل له سيت اب على الجوجل كروم عندي، وعن طريقه هقدر اعرف مين زار بروفايلي على الفيسبوك. طبعا هنضغط هنا على كلمة فري، الباتون ده هو اللي هيعمل لك انستول للاكستنشن على الجوجل كروم بتاعك. هضغط على كلمة فري هيعمل لي سيت اب للاكستنشن على الجوجل كروم. هرجع لصفحة الفيسبوك بتاعي، طبعا الفيسبوك لحد دلوقتي لسه ما حسش بالاكستنشن، هعمل ريفرش. طبعا بعد ما ضغطنا على ريفرش بدأ صفحة الفيسبوك تحس بالاكستنشن الجديد. هيظهر لك هنا جنب اسم البروفايل بتاعك كلمة فيزيتورز، ده عبارة عن باتون لما بتضغط عليه بيفتح لك ويندو جديدة بيجيب لك فيها كل البروفايلز اللي زارت البروفايل بتاعك على الفيسبوك. طيب تمام. طيب لو انا حبيت فيما بعد او في اي وقت ان انا الغي الاكستنشن ده مش عايزه مثلا، هعمل ازاي؟ هاجي في القائمة بتاع الجوجل كروم، من القائمة اللي اسمها ويندو هضغط على كلمة اكستنشنز. اكستنشنز هنا هتجيب لي الاكستنشنز اللي عندي، هلاقي البروفايل فيزيتور فور فيسبوك، هضغط في هنا زي سلة مهملات كده جنب كلمة enable، طبعا هي مش جاية في الفيديو، هضغط عليها وهقول له remove، هيشيل لي بالفعل الاكستنشن ده. لو انا عملت refresh لصفحة الفيسبوك تاني هلاقي ان visitors اختفت والاكستنشن اتشال، فهو امن جدا استخدامه ما فيهوش اي مشكلة طبعا، ومظبوط 100%، ولو حبيت تشيله في اي وقت بتشيله بكل بساطة من الجوجل كروم. أتمنى يكون الفيديو فاتكم، لو الدرس عجبك اضغط لايك، وياريت تعمله شير لكل أصحابك علشان يستفيدوا من المعلومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.